هيبقى عندك مشكلة في نقله ومشكلة في تركيبه. طيب عشان نعمل نسهل الأمور دي هتبقى إيه؟ الجمالون ده ممكن نقسمه لأجزاء. الأجزاء دي كلها مع بعضها بتبقى ولدت بس كونكتد وذ أذر بارتس بالإيه؟ بالبولز. خلاص يعني اليونت دي مثلا عشان مثلا عندنا الطول ده 2.5 3 2.5 7.5 7.5 ممكن تتنقل. ممكن احط السبعة ونص على العربية عادي تتنقل مفيش مشكلة. انما مثلا لو انا عندي ده 20 متر هيبقى نقله صعب جدا. خلاص محدش هيشوفك في الطول تمشي حاجة فوق 20 متر حتى لو العربية من طلعان مادة العربية مش هيبقى مش هيبقى نقل الكلام ده صعب. الا اذا كان الورشه نفسها في الموقع فمش هيمشي على طول. ده بقى ايه خلاص احنا ممكن ناخده ونركبه هيجيبه ونشيل اثنين. وبرده في عندك ليميت للاطوال 20 متر ده ممكن انما 30 متر ممكن هو بيشيله يفتن منه. خلاص ممكن نشيل اثنين نشيله ونركبه بس هيبقى عايز كنترول شويه مع الناس اللي واقفه تركب هنا وهنا. بس احنا بنقول الغالب ان الدراسه لان مش كل المواقع بتاعتها ورشه مجهزه بكل الامكانيات يعني. فبيبقى عندي الورشه في موقع في مكان والموقع نفسه اللي بينفذ فيه كمان في مكان تاني. واللحمات دي كلها بتتعمل في الورشه لان شغل الموقع ما بنعملش سايت ويلد الا لظروف معينه ويبقى ليه ضوابط معينه. ماشي احنا بنتكلم على اللحام اللي اتعمل في الورشه في كنترول على اللحام ونختبر اللحام قبل ما يروح الموقع. الكلام ده هتعرف تعمله في الورشه في المصنع يعني. انما في الموقع مش هتعرف تعمل الكلام ده. خلاص هيبقى لو هتعرف تعمل هتعمل اختبارات اللي هي نون ديستركتيف تيست اللي هي بنشوف اللحام بالفيجوال بالنظر. في اختبار تاني بنضيف ثلاث مواد كده ونشوف لو في اي تجاويف في قلب اللحام او بخبخه نقدر نعرف الليول في اللحام. لان ممكن الراجل لو بيلحم تلاقي اللحام من جوه اصلا فيه فراغات. خلاص الفراغات دي بتظهر باختبار الالترا سونيك. وفي اختبارات ثانيه ممكن تتعمل في الموقع اللي هي اسمها نان ديستركت. نان ديستركت يعني غير مكلفه يعني. ماشي الكلام ده هيعملوه ايه؟ في المصنع في شركه تيجي تختبر الحمايه فاحنا ممكن نعمل الكلام ده في المصنع. انما لما اروح الموقع خلاص هنركبه بقى على طول. الدراسه مثلا ده ايه ده؟ انا بقول 20 متر تاخد 7.5 وفي 5 وفي 7.5. خلاص انا قسمت الموت لاجزاء. الاجزاء دي كونكتد مع بعضها اتش اصغر هنا للايه؟ للبولت كونكشن. عندنا نوعين من البولت كونكشن او عندنا نوعين من المسامير. عندنا اوردينري اوردينري بوتس هي المسامير العاديه اللي هي انت بتشوفها باللون الفضي اللي انت بتشوفه. المسامير اللي انت بتشوفها يعني لونها فضي اكيد مش عارف كده. وفي مسامير فريكشن تايم هي فريكشن بوتس او الهاي سترينث بوتس. دي بيبقى لونها اسود. واحده بيبقى لونها اسود ودي بنسميها برضو في البريتنشن. من المعنى تفهم يعني ايه البريتنشن يعني ايه جهاز التنشن المصبر زي الجستس. خلاص لان المسمار ده لما بنركبه مع البريتات بنفضل نلف بمفتاح عزل. مفتاح عزل مش المفتاح العادي مفتاح عزل لحد ما يوصل للتنشن بتاعته. لما يوصل التنشن بتاعته المؤشر بتاع المفتاح بيوصل للترك اللي انا عايزه. خلاص يبقى كده المسمار بتاعك كده اتعزم على الوصل يعني. خلاص ما ينفعش طبعا تزود اكتر من كده لان المسمار يهوى والمفتاح اصلا كمان ممكن يبوظ. انت لو وصلت للعزم اللي انت عايزه ده خلاص بتقف على كده. ماشي عشان الوصله تنهار انت محتاج فورس تقدر تتغلب على الكوت الشد اللي وصل لها المسمار. خلاص زي ما بتعمل
البريس تيست كونكريت مش عارف خدتها ولا لا، بتشد الكيبل بتندل هنا وتندل هنا، شد الكيبل لحد ما يوصل ايه لاقصى الجهات دي، عشان الكاميرا دي تنهار انت محتاج اجهاد يعدي الاجهاد اللي انت شديت بيه الايه التندل الكيبل. ماشي. النوع الاول اللي احنا هنتكلم عليه النهارده اللي هو الايه؟ فتحنا الموضوع بقى خلاص. فصل كام؟ فصل كام؟ متأخرين ليه؟ مفيش شغل. الأوردينري بولت هي ده النوع الأول اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. اللي هي المسامير العادية. دي بتستخدم ودي بتستخدم. خلاص؟ هي الفرق برضه في التكلفة والفرق في الإجهادات. طبعا دي أعلى إجهاد شوية. دي بتستخدم ممكن في المنشآت الصغيرة، لو أنت عندك تغطية بسيطة فوق سطح مثلا مبنى أو حاجة، ممكن لازم تستخدم فرق شطاي دي. خلاص؟ أنت مش محتاج عزم كبير أوي عشان المسامير دي. خلاص؟ ويعني في الغالب إن المسامير دي ممكن نستخدمها في الوصلات اللي عليها شير بس. خلاص؟ لأنها مكونة من الشير كويسة. دي في اغلب المنشات اللي عليها عزم كبير، المنشأ عليها عزم كبير زي الفريمات البورتال فريم اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت، عمود بورتال فريم في الغالب بنستخدم الفريكشن تايب لان ليها مقاومه للشد عاليه. اول حاجه بالنسبه للاوردينري بورتس، او بنسميها النوع بريتنشن، دي مفيش عليها اجهاد مطلق. نمبر اتنشن. الوصله بتاعتي بيبقى شكلها كده. ده اللي تديه الاول متوصلين بمسمار اوردينري. واللي تحت دي اسمها ايه؟ بوز. الصابونه بتاعتي واللي هنا ايه؟ الالستان بتاع العروس. لما باجي اشد الوصله دي بفرصه كده، بفرصه كده نسميها مثلا بي وبي، هيحصل ايه للمسمار؟ قص شيل. قص صح؟ مش حاجه ثانيه هتحصل، هي واضح خالص ان المسمار ده لو هيحصل فيه انهيار. صح كده؟ ده اللي هيحصل في الاسبوع. يبقى أول نوع من الانهيار يبقى اسمه ايه بقى؟ شيف. شيف الايه؟ النوع الثاني من الانهيار ممكن المسمار يبقى سترون، ده قوي جدا بس البليتات نفسها هي اللي ضعيفه. لما اجي اشد الوصلتين دول بريت كده وبريت كده بفورس او بي، البريت اللي بتقطع. خلاص؟ لما تيجي تبص ايه بلان زي الشكل بتاعي مثلا عامل كده. حط النقط ده بتاع البريت دي يعني. والبريت اللي فوق اتقطع ايه؟ من الجزء ده كده، المسمار اللي هنا ده خد الايه؟ الحته دي واتحرك كده. اوكي. ماشي؟ يبقى ده حصل ايه؟ فيلينج. النوع الثاني من الانهيار. ماشي.
البريد 2 سم كان 2 سم بس المسمار مثلا قطره 12 فالبريتات قويه جدا تيجي تشد البريتات البريتات ما حصلش فيها حاجه بس المسمار اللي هو قطره ال 12 ده ينهار هنا نفس الكلام ممكن تلاقي هنا تلاقي البريتة مثلا 3 مللي ولا 4 مللي ودي بريتة 3 مللي 4 مللي والمسمار قطره 24 قطره 2 سم و4 بس البريتات 3 مللي و3 مللي ولا 3 مللي و2 مللي فلما تيجي تشد البريتات دي كده ايه اللي هيحصل؟ البريتة هنا هتتقطع تخيل 3 مللي والمسمار قطره 2 و4 يبقى ده نستنتج من الكلام ده ايه؟ ان الدايمنشن بتاع البولت والبريتات لها عامل مؤثر كبير جدا في تحديد نوع الانهيار خلاص؟ طب انا هعرف منين؟ هجيب الفورس اللي بيقدر يتحملها المسمار لو هو هينهار في الشيل او هجيب الفورس اللي بتتحملها الوصله بقى عموما في حاله البيرنج على حسب الدايمنشن بتاع البريتات بتاعتي هل البريتات بتاعتي هتقدر تتحمل الوصله ان هي ما تنهارش او لو هتنهار من الشيل مش من البريتات نفسها يبقى انت محتاج فورس اللي بيشيلها المسمار في الشيل والفورس اللي تقدر تشيلها البريتات في الوصله اللي بالشكل ده يعني لو عندك بريتتين هيدوك كده هيقدروا يتحملوا لحد ايه؟ ان في الاول ده اسمه ار شيل ار شيل من تحت ده اسمه ار بيرنج في مشكلة؟ الموضوع سهل خالص هنا الانهيار حصل في المسمار وهنا الانهيار حصل في البليتا اللي فوق بيسموه ار شيف واللي تحت مسمار بيرنج في البليتات بيرنج يعني قطع التحميل يعني بيرنج تحميل على البليتا طيب ده لما يكون عندي مثلا بليتتين طب لو انا عندي ثلاث بليتات شكل الوصل عامل ازاي؟ هنا على مستويين خلاص عشان كده بنسمي اللي فات ده اسمه سينج سينجل شيت وهنا بنسميه دبل شيت نفس الكلام في البيرنج البريتة اللي فوق اهي
الارض اللي هو البريد الكروز. خلاص يعني اكن البليته دي خدت المسمار مثلا وخدت الحته دي كده اللي هي الحته دي وتحرك تحرك بيها كده ماشي. يعني البليته هي اللي طب يعني ايه اللي مؤثر عندي هنا في الجزء ده؟ البليته دي مثلا لو دي مثلا البليته دي 3 سم والبليته دي 8 مللي والبليته دي 8 مللي، مين تتوقع ان هو يحصل في البليته دي؟ 8 مللي دي خلاص لان مجموعهم هما الاثنين 1.6 وده مجموعهم 3 سم ماشي. طيب حاجه مثلا دي 1.5 سم ودي سم ودي سم هتشوف ده سليل برضه اقل، لا ده هما الاثنين دول مع بعض بيكونوا لان هما في نفس القوه، فدول 2 سم مع ده 1 سم ونص يبقى البنج هيحصل هنا خلاص. يبقى هنا ده البيرنج في الواسطه اللي هي دبل شير، البيرنج جاي ما يحصل في البريتتين على حسب التخانه بتاعتهم او البريتة في نصهم على حسب التخانه بتاعتهم. طيب احنا عارفين ان الستريس ستريس بيساوي ساعة المسمار اللي هي الاريا بتاعت المسمار اللي هي باي دي تربيع مربع يبقى دي الاريا. الفرص اللي بتعمل الشيء هي الفرص اللي هي ايه؟ اللي موجوده في الزاويه خلاص. يبقى الاف دي اللي انت جبتها منها الزاويه اصلا مش انت عملت حطيت لودنج وجبت السبرينج اكشن اكسل فورس وصممت الزاويه هو نفس الفرص اللي هي الفرص دي هتعمل شيء ما هي اللي بتتحرك في الزاويه. طيب الاستريس اسمه كيو بي كيو بول او الشيل المسمار خلاص. ايوه كيو بي بتساوي حاجه من الاثنين يا اما 2 من 10 اف ارض من البول او 25% اف ارض من البول. ال 25% في حاله دي 4 و6 صفحة 94 هو من أول بوكس ده الجدول بتاع الجريد صفحة عند 4 و6 4 و8 و5 و6 و5 و8 و6 و8 و8 و10 و9. طيب إيه فانتوم بوكس حالة جريد 4 و8 5 و8 6 و8 10 و9 والديو بي بتساوي 25% فاطمة فور في حالة 4 و6 5 و6 8 و9 صفحة 100 و101. يبقى الاف بتساوي الفرصة دي
بنسميها ار اشيل. طيب ار اشيل بتساوي ايه؟ يبقى بتساوي ال ان. حطيت ال ان عشان انا قلت ار اشيل، ما حطيتش سنجل ولا دبل. ان وباي دي تربيع على 4 هذا جاية في الاستريس اللي هو 2 من 10 اف اط من فوق او 25 من 100 اف اط من فوق، حيث ال ان بتساوي 1 في حالة السنجل شيل، وال ان بتساوي 2 في حالة الدبل. لو اتبع بالستيب يبقى الان كام؟ 3 وهكذا. يبقى الان عدد مستويات القصف تقل عن عدد البلتات المزوره. الان عدد مستويات القصف حاجه سنجل شيب واحد، هو مستوى واحد هو القصف، وحاجه دبل شيب مستويين عشان ثلاث بلتات. لو عندي اربع بلتات يبقى عدد مستويات القصف هيبقى ثلاثه. يبقى هنا كده ثلاثة في حالة ايه؟ تريبل. وهكذا يعني. طيب نصف الكلام ده على الشغل بتاعنا هنا كده. لما يكون انا عندي زاويتين باك تو باك او زاوية، ناخد زاوية مال انجل الاول مع الجزء الثاني دوت. والوصلة هنا زي ما اتفقنا وانا بشرح البولت كونكشن هنا ايه؟ المسمار اهوت. اللي كنا بنطرحه من الاريا في راس المسمار مثلا في الايه؟ في واحد والاثنين الصامولة مثلا. لما تيجي الزاوية دي تنشد كده تنشن فوس، مش في تنشن في الايه؟ في المحور بتاعها، مش هي جوه محورية؟ لما تيجي تنشد كده المسمار ده هيحصل على ايه؟ شيل. عمود على السطور. هو ده لو انا قاطع كده يبقى المنظر ده في الوان انجل مثلا، يعني هي اتجاهها في الجهه الاولى اهو. دي اتجاهها بقى في الجهه الاولى، يعني انا بص كده المسمار ده اهو. لو في عدد مسامير وصل كده، وهنا بقى الجزء الثاني فوق اهو، وتفر بقى شكلها عامل ازاي. لما اجي اشد الزاويه دي هيأثر على المسمار ده ايه؟ شيل شيل. هيتأثر على مستوى واحد ولا مستويين؟ واحد. هو المستوى ما بين الزاويه بريك. هو خلص تجربه، هو ده ايه؟ سنجل شيل. عند الباك تو باك ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ان ايه؟ ده الزوايا الجزء الجديد اهو والمسمار اهو الصاموله بتاعتي هنا. ده لما اجي اشد الزاويتين دول كده هيحصل ايه؟ شير بس ايه؟ بس على مستويين، مستوى ده ومستوى ده. ما بين الزاويه اليمين والجسر الايه؟ وما بين الزاويه الشمال والجسر الايه؟ الجسر الايه؟ يبقى انا عندي ده اسمه ايه؟ دبل. طب في حالة الستار شير